أهلا أحبائي إخوتي الجزائريين هاي رسالة خاصة لإخوتي اللي من الجزائر بحييكم بنعمة وسلام الرب يسوع المسيح أول شيء بحب أشكر الرب من أجل الكنيسة في الجزائر من أجل الإخوة والأخوات من أجل المؤمنين اللي بيعملوا بجد وكد وفعلا شجعان وعم بيقوموا في عمل الرب بكل جبروت بدون خوف وبدون اي تراجع وبشكر الرب من اجل صلواتكم لنا لخدمه نور لجميع الامم او ليكن نور وبشكركم من اجل محبتكم واهتمامكم فينا وبالذات لما بتقابل مع كثير من الاحبه في المؤتمرات على طول بيجوا بحوطوني وبحطوا ايديهم علي وبيصلوا دايما من اجلي فانا بشكركم مره ثانيه من اجل كل محبه بتقدموها من اجل صلواتكم ومن اجل دعمكم ايضا. وانا عارف في هذه الايام انتم عم بتمروا في عواصف شديده. وهي العواصف ذكرتني في العاصفه اللي كانت على بحيره طبريه. والمسيح جاء في اسرع طريقه، جاء ماشيا على المياه. وقال عبارة جميلة جدا وانا حابب اشجعكم فيها، قال تشجعوا انا هو لا تخافوا، موجودة في انجيل متى الاصحاح الرابع عشر. وانا عاوز يعني الفت انتباهكم انه كان في عواصف من بره الامواج والرياح بس كمان كان في عواصف من جوا. من جوا كان في خوف، كان في شكوك، وكان في عدم ايمان. وهي العاصفة أشد هيجانا أنا عاوز أشجعكم أن تتشددوا بالإيمان وتمتلئوا بالروح القدس وإحنا لما نصلي مع بعض ونصرخ للرب الرب بيجي في أسرع وسيلة وبيستجيب بأسرع طريقة عندما صرخ بطرس وهو يغرق قال يا رب نجني والرب نجاه أحبائي الجزائريين أنا بشكر الرب أنا عارف أنه في عواصف وفي اضطهاد ضد الكنيسه وفي تسكير كنائس كثيره لكن قديش تشجعنا لما شفنا المؤمنين ما اهتموا بتسكير الكنايس لكن كانوا يصلوا في بالشارع او بالغابه او في اي مكان اخر. اليوم انا عاوز اصلي من اجل كل اخ وكل اخت بصلي انه الرب يملأكم من معرفه مشيئته في كل حكمه وفهم روحي. انا بصلي اليوم الرب يعطيكو سلطان الهي بمد يده بايات ومعجزات ولا سيما في هذه الايام بصلي كمان الرب يعطي احسان ومعروف اولا في عينين الرب في عينين السلطات وايضا في عينين الناس اللي بتخدموا معهم صدقوني الرب بيعطي احسان وبيعطي معروف وكمان أنا بصلي هيك الرب يفك كل الأمور ولا سيما يكون في حرية، حرية إنه نعبر عن رأينا، حرية إنه نختار الدين أو نختار الإيمان اللي إحنا بدنا إياه وبصلي كمان كمجموعة أحبائي إنه نمتلئ من محبة الرب وإنه نزداد بالإيمان ونمتلئ من معرفة الرب وأنا أؤمن أحبائي إنه إحنا جسد واحد بغض النظر المسافات الجغرافية لكن روح الله القدوس لا تحد أي مسافات وأنا أحب أذكركم إنه إحنا واحد في المسيح وسواء كان اضطهاد جسدي أو اضطهاد فكري أو مقاومة سواء روح ضد المسيح اللي عم تنتشر في هذه الأيام إحنا جسد واحد بنعمل لمجد الرب يسوع المسيح فأنا بصلي أنه مثل ما بقول الكتاب إن اتفق اثنان منكما على أي شيء في الأرض يكون لكما أحباء الجزائريين أنتم لكم عز خاصة ومحبة خاصة في قلبي وأنا فعلا بشكر الرب من أجلكم أنتم أبطال بالإيمان وأنتوا تشجيع إلنا وتشجيع كتير لمؤمنين الخايفين أو مترددين إنه حتى يشاركوا أو يشهدوا عن يسوع المسيح. أنا بصلي إنه الرب يحميكم ويرسل جيش من الملائكة فعلا يكون حواليكم وكل كلمة بسلطان الرب إنه بتتكلموها إنه تكون فعلا تتم في هذه الأيام وأنا بصلي إنه الرب يفتح الأبواب وبصلي إنه معرفة مجد الرب تملأ كل الأرض. في يوم من الأيام الجزائر شمال أفريقيا جاء منها أبطال كثيرون منهم آباء الكنيسة وأبطال اللي كانوا في المجامع الكنسية اللي وقفوا من أجل الإيمان المسيحي ودافعوا عن الإيمان المسيحي والمسيحية التي كانت منتشرة في شمال أفريقيا الرب ما بينسى أي شخص الرب بعوض أضعاف وأنا بصلي في اسم الرب يسوع انه هذه الايام تكون ايام افتقاد وايام انتعاش وهيك الرب يزور شمال افريقيا زيارة خاصة ويستخدم الجزائريين بقوة الروح القدس كل مشاهدينا وكل اللي بيخدموا معنا بحب لكم انه بحبوكو وبيصلوا من اجلكو احنا واحد في المسيح يسوع ربنا يبارككم